السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نديرو خبيزات بالجلان والجبن. درت نص كاس ما دافي، نص كاس حليب دافي، مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر حرش. بالنسبه للحليب والماء قلت لكم دافي، ما يكونش سخون ما يكونش بارد. دوك راح نضيف نص كاس تاع الزيت، نضيف مغرفه صغيره ماشي معمره تاع ملح، مغرفه تاع لاتاي صغيره، مغرفه كبيره تاع الخل. نخلط ونضيف الفرينه حتى تلم لي العجينه، لازم تكون عندنا عجينه طريه. راح نلمها كيما راكم تشوفوا ونغطيها ونخليها تخمر في بلاصه دافيه. راح نحتاجو الجبن طاري، نحتاجو الدجاج يكون محمص، ونحتاجو دبس التمر اللي هو الرب، يعني معجون التمر. دبس التمر زدت له غير واحد زوج مغارف تاع الماء وتخلطو. كم تشوفوا العجينه خمرت، راح نهبطها، راهي هايله العجينه. شكل كرات، رش شويه تاع الفرينه، نحلوهم. تبغوا ديروهم اوفال، تبغوا ديروهم يعني خبيزات مدورين. نعمرهم بالجبن، ممكن تستعملوا فخوماج غابي. نبلعهم بهذه الطريقه، نغطسهم في دبس التمر اللي درت له غير مغرفه تاع الماء. ممكن تستعملوا العسل الاسود لما كانش متوفر عندكم معجون التمر، ولا نديرها شكل دائري. عمروها بالجبن، تبلعوها مليح، نغطسوا السطح في هذاك دبس التمر اللي هو الرب مع الشويه تاع الماء والجلجل. راح نشلحهم هكا من الفوق بالموس، نخليهم يخمروا غير شويه وندخلهم للفوق باش يطيبوا. ان شاء الله يكونوا عجبكم لي صالي درناهم نهار اليوم، اللي درناهم بالجلجلان كما شفتوا، الفرماج والرب، يعني صحيين ملاح بزاف لي عندهم مرض فقر الدم وهشاش وبنان. ملي تبغي تزيد في الوزن الجلجلان مفيد بزاف، يعني يساعدك باش تزيدي في الوزن. نتمنى تجربوهم ان شاء الله، واشتركوا في القناه اذا عجبتكم الوصفه، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد وصفات حلويات العيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.